القانون الدستوري دكتور مساء الخير يا فندم. مساء النور يا محمد بيه، تحياتي لحضرتك وتحياتي لجميع الساده المشاهدين. كل التحيه لحضرتك. منتدى شباب العالم يعني بيتعمل له هاشتاج باسمه، وهذا الهاشتاج يتصدر الاكثر تداولا على تويتر، والناس المغردون بيتكلموا باسم ام الدنيا. ام الدنيا تستقبل شباب العالم، ام الدنيا ترعى الثقافات وتبادل الثقافات وغير ذلك من التغريدات. كيف تقرا هذا المنتدى وما مردوده على السياسه المصريه الخارجيه والداخليه؟ يعني طبعا هذا المنتدى زي ما سعادتك عارف يستحق بالفعل هذه الاشادات من جميع المغردين، لان احنا بنتحدث عن حدث عالمي. يمكن كان المنتدى الاول حد يعني حضروا العديد من الملوك والرؤساء والوزراء من مختلف دول العالم، ان احنا بنتحدث عن مجموعه من الشباب المتميز من كافه دول العالم من اكثر من 150 دوله. دكتور عبد الله، حاجه مشرفه جدا للغايه، وبتتحدث عن مجموعه من الشباب اللي هم بالفعل ممكن في اي يوم او في اي لحظه تلاقي من هؤلاء الشباب اللي بيقولنا من كل دول العالم، اللي فيما بعد سنه 2 3 تلاقيه وزير في دولته، تلاقيه رئيس وزراء في دولته، ممكن تلاقيه رئيس في دولته. صحيح. وبناء عليه هذه العلاقات الطيبه اللي انت عملتها بالتاكيد هتؤتي ثمارها فيما بعد. فطبعا هذا المنتدى يعني بيحظى باهتمام بالغ من كل القيادات السياسيه ومن الاعلام المصري المحترم، والدليل على كده ان سياده الرئيس جه من مؤتمر هام جدا في المانيا على شرم الشيخ مباشره. صحيح. لاهميه صحيح. هذا الحدث صحيح. يعني انا عاوز اقول لحضرتك ان هذا المنتدى كل مره هيكتسب المزيد من الخبرات، المزيد من الثقل الدولي، وبناء عليه هتلاقي ان في حاجات كتيره جدا كل مره بتضاف لم تكن موجوده في المنتدى الذي قبل. احنا يمكن هتفاجئ ان من اهم المحاور، ودي يمكن المحاور اللي بتكون اكثر جذبا للشباب. أيوه. مش محور السياسه ولا 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 اي محور تاني من المحاور المعتاده، لا احنا بنتحدث عن محور فيما يتعلق بالتكنولوجيا وما صحيح. يتعلق بالشركات المبتدئه في التكنولوجيا، وده انت عارف ان ده من اكثر الحاجات الجذبا للشباب في هذه المؤتمرات. وهنفاجئ ان احنا الحمد لله لدينا مجموعات شبابيه حصلت على جوائز عالميه. لا وان في مشاركه، عايز اقول لك يا دكتور عبد الله بالنسبه ده، ان حتى داخل الهيئات الحكوميه كان بيقام مسابقات، ما كانش الاختيار بيتم ان اهل الثقه، لا كان بيقام مسابقات داخل البنوك. على سبيل المثال المصرف المتحد كان عامل مسابقه ما بين شباب البنك مين فيهم عايز يحضر، وبعد كده يعملوا تصفيات ويعملوا مسابقه ما بينهم، واللي هم بينجحوا هم اللي بيشاركوا في المؤتمر. يعني اذا احنا بنختار خيره شبابنا للمشاركه في هذا المنتدى العالمي. ده حقيقه يا محمد بيه، والدليل على كده اني لو بصيت لان الشركات فيما العالميه اللي هي متعلقه بالاتصالات والخدمات ومواقع التواصل الاجتماعي. أيوه. هتلاقيها هي الاكثر ربحيه في العالم. يعني صحيح. الى شركه جوجل، بص الى شركه فيسبوك، مايكروسوفت، غيرها من الشركات العالميه. أيوه. هي الاكثر رواجا والاكثر ربحا، وبناء عليه كان هو المحور الاول اللي مطروح على منتدى شباب العالم. انا اعتقد ان هذا المنتدى المره دي هيشهد العديد من المفاجات الساره، وفي نفس الوقت هيشهد المزيد من الاهتمام الصحف العالميه. يعني ده من دلوقتي يا دكتور عبد الله، الصحافه العالميه بقى لها اسبوع او 10 ايام بتتكلم عن التجهيز للمؤتمر، ورش العمل التي تسبق المنتدى، كل ده شغال فعلا. يعني زي ما حضرتك قلت فعلا في اهتمام عالمي بهذا المنتدى. لولا بمنتهى الامانه الاعلام المصري المحترم زي القناه عند حضرتك وبرنامجك وجميع القنوات المصريه المحترمه، هي اللي اطلقت شعله البدايه او نقطه البدايه. ما كانش الصحف العالميه اهتمت. صحيح. عملنا رواق شديد جدا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، على مستوى القنوات بتاعتنا. أيوه. الشعار اللي موجود على معظم القنوات بتاعتنا الشعار يا استاذ خالد. ايوه. العالم
كل ده عمل محترم ومجهود محترم من الإعلام المصري. صحيح. اللي بالفعل التقط طرف الخيط الإعلام العالمي من الإعلام المصري، ودي شهادة كل الإعلاميين يجب أن يعتزوا ويفتخروا بها. أشكرك الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشعب السابق والمتحدث الرسمي لحملة الرئيس عبدالله.